مغالطة الثنائيات، شخص يطرح فكرة معينة، أنت تقول له، أنت لا تقول له، أنت في ذهنك تصنفه إلى واحد من خيارين، إما حداثي أو إسلامي، وبالتالي إذا كنت تتناقش معه فتقول له: مولانا العزيز، هذه الفكرة التي تقول في نهاية المطاف، هل أنت حداثي أو إسلامي؟ هل أنت شيعي أو سني؟ هل أنت علماني أو إسلامي؟ دائما أنت تضعه أمام خيارين، لا تسمح له بخيار ثالث. هل أنت تؤمن بالقديم أو الجديد؟ هل أنت تؤمن بالتحديث أو بعدم؟ دائما أنت أمام أشبه بقسمة حصرية. دائما أصلا تفكيرك الآن، أنت لو تراجع تفكيرك ستجد أنك تشعر، من حيث لا تشعر ستجد أنك مضطر إلى أن تتخذ واحد من خيارين في كثير من الأمور. ما هو ما هما هما الخياران الموجودان في الساحة؟ فأنت مضطر أن تكون ألف أو باء. حتى أنت لا تستطيع أن تفكر لتكون جيم، لأن جيم لا تخطر في بالك، لأنك دائما صحيح، لأنك دائما محاصر بالثنائيات، وحتى تصنيفك للآخرين دائما محاصر بالثنائيات. طبعا أنا عندما أقول دائما الآن أرتكب مغالطة، صحيح، لأنني أقول كليا وهو ليس كليا، وهذه مغالطة اتركها. لأنك دائما محاصر بهذه الثنائيات، لا تشعر، لا تكاد تشعر بأنني الآن أشعر بأنني أمام خيارين. لا، فليكن هناك خيار ثالث. لماذا ممنوع أن أكون متبنيا لخيار ثالث حتى لو لم يتبنه أحد؟ لماذا يمنع أن أتصور خيارا ثالثا؟ وهذه بإمكانك أن تتصور حجم شيوع هذا النوع من المغالطة في حياتنا كثيرا، وهي مغالطة أقل ما فيها من تأثير أنها لا تسمح للإنسان أن يفكر خارج الصندوق. يعني تفرض عليك من حيث لا تشعر أن تكون أمام خيارين ألف وباء. وهذا ما يسمى في بعض كتابات بعض الفقهاء المعاصرين والباحثين المعاصرين في مجال الدراسات الفقهية بالاجتهاد الترجيحي. يعني تجد نفسك وأنت تجتهد فقط تمارس اجتهادا ترجيحيا، إما هذا الذي هو أحد الأقوال وإما هذا الذي هو أحد الأقوال، فتجد نفسك أمام أن تكون موافقا للمشهور أو مخالفا للمشهور، ولا تستطيع أن تتخيل، صدقني، ولا تستطيع في كثير من الأحيان أن تتخيل أنك خارج المشهور وخلاف المشهور. يعني قمة تطورك ما هو؟ أنك تخالف المشهور. يعني في رأيين موجودين، ها، مشهور وخلاف المشهور، فقمة ناقديتك وإبداعك أنك ماذا؟ أنك استطعت أن تقف في طرف الصف الذي هو على خلاف المشهور، لكن لم يتمكن عقلك أن يفكر خارج الصندوق، أن تفكر خارج الاثنين معا. لماذا؟ لأننا محكومين دائما في بنيتنا الفكرية بمغالطة الثنائيات. دائما تشعر أنني أمام خيارين ولا أستطيع أن يخطر في بالي الخيار الثالث. حاول أن تتحرر من هذه المغالطة، مغالطة اللي هي عبارة عن إدمان كما قلت في مطلع كلامي، إدمان لا نشعر به، نحن مدمنون عليه. حاول عندما تفكر ألا تفكر في الخيارات المفروضة أمامك، وأخرج إلى خيار أصلا غير مطروح، ولا تقف ضحية أمام الثنائيات القاتلة.